تعديل عن صبحي سعيد اكيد بانه المدرب من القفصي يريد ان يريح صبحي سعيد ان ياتي برئه ثالثه. هذه هي الرئه الثالثه المحشبي بامتياز. شاهدوا ذلك التاريخ العارش 10 من مارس 2022 انتهت بهدف يتيم للازرق السمير الكراوي 29-28. هذه الوجهه الى الكبلوتي المحشبي من جديد. عبد الحق التمرير الى المحشبي الكبلوتي المحشبي ممتازه جدا. شاهدوا تلك المهاره حقيقه والشطاره من المحشبي حقيقه. كوتشينك ناجح بالنسبه للمدرب من القفصي. الريس ياخذ مكانه في التشكيله الوكراوي. المحشبي ممتاز التمريره ممتازه. وجد زميله في الجناح عمر جنون ذياب حرا طريقا. شاهدوا جيدا اكثر من مترين لانه حتى الان في مشمل كل المباريات التي شارك فيها لم يكن يصنع الفارق وشاهدوا هذه العروض القويه من باسل الريس. باسل الريس مثلا مثال يحدث به رغم التقدم في السن الا انه اللاعب عندما تعتمد محشبي اختراق جميل للوكرة الذي يكمل عقده الثاني من الاهداف 20 هدفا بالتمام والكمال. المحشبي الى احمد عبد الحق. الكره من المحشبي احمد عبد الحق. صبحي سعيد الى احمد عبد الحق. المحشبي تمريره ممتازه. الله عليك المحشبي انت من سجلت هذا الهدف حقيقه وليس عمر جلول ذياب. شاهدوا تلك التمريرة الورائية الجميلة.